مبسوطة طبعا، مبسوطة جدا الحمد لله قدرت أكسب النهاردة ماتشين صعبين جدا، مبسوطة جدا وفي نفس الوقت تعبانة قوي. لعبت ساعات كتير في الملعب، بس الحمد لله يعني I'm very satisfied. goals بتاعتي إن شاء الله يعني إن أنا أحاول أكمل أخد البطولة دي، وأحاول إن أنا أكمل بنفس المنافسة بنفس الانتنسيتي، احاول ان انا اكسب ماتشات على قد ما اقدر بنفس الطريقه، وان شاء الله ان شاء الله يعني اقدر اكسب ماتشات اكتر.